ساعات ويقفل لبنان عاما حفل بالتناقضات ليفتتح عاما مفتوحا على مجهول. مجهول مصير الانتخابات وجنس قانون الانتخاب، مجهول مصير الحوار الوطني، مجهول مصير سلسلة الرواتب والموازنة، ومجهول مقر إقامة ساسة البلاد، فهم هربوا من فشلهم في الحكم لاستقبال العام الجديد خارج لبنان. باختصار، تراكم لملفات الاقتصاد والأمن والأجور والتعيينات والنازحين من حرب سوريا، ودوامة جديدة من الانقسام من دون أمل بحلول. في سوريا نار ودماء أيضا في العام الجديد، وتحذيرات من انهيار كامل للبلاد وتهديد للأمن العالمي. واللافت ما نقلته صحيفة التايمز أن معنويات الرئيس الأسد متدنية جدا، وقد شدد إجراءاته الأمنية بما فيها الطعام مخافة من تعرضه لاغتيال. وبات سجين نظامه الخاص فيما انتقلت عملية صنع القرار إلى مجلس من كبار القادة العسكريين. في المواقف، لفت إعلان رئيس الوزراء وائل الحلقي أن حكومته تتجاوب مع أي مبادرة لحل الأزمة عبر الحوار. يودع السوريون أسوأ عام في تاريخهم، إذ طبعت المشاهد الدموية معظم مراحله من دون أي بصيص أمل للحل. ومع الارتفاع المتزايد لعدد القتلى، يتم العثور تباعا على جثث مجهولة الهوية كالتي عثر عليها مساء الأحد في حي برزة شمال دمشق، وتحمل أثار تعذيب وتشويه وفق المرصد السوري وناشطين. في هذه الأجواء تستمر العمليات العسكرية بوتيرة تصاعدية، مع محاولات لقوات النظام والمعارضة المسلحة تحقيق نقاط على الأرض، وخصوصا بعدما حقق مقاتلو المعارضة تقدما شمال البلاد، فيما يحاول المعارضون التركيز على حما وريفها لوصل الوسط السوري بالشمال الذي تخضع مناطق كثيرة فيه لسيطرتهم. وتأتي هذه التطورات غدا مقتل أكثر من 125 شخصا الأحد في أعمال عنف في مناطق مختلفة. وعلى وقع تعثر المساعي الدبلوماسية لحل النزاع في سوريا، شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هجوما لاذعا على رئيس السوري أمام آلاف السوريين اللاجئين في بلاده، مؤكدا أن أنقرة ستدعم حتى النهاية الانتفاضة ضد الأسد، واصفا إياه بالطاغية. سنكون إلى جانبكم حتى النهاية، أرى بوضوح أن عون الله قريب. نحن نعلم أن نظام الطغيان السوري الطاغي بشار قتل زهاء 50,000 سوري. لقد عانيتم الكثير، ولكن لا تيأسوا. ورافق أردوغان رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب. في المقابل، أعلنت وكالات الأنباء الروسية أن سفينة حربية روسية غادرت البحر الأسود متوجهة إلى سوريا، على أن تليها سفينتان أخريان تحسبا لاحتمال إجلاء المواطنين الروس من هذا البلد. ولإجراء قراءة في تطورات الأزمة السورية على مدى هذا العام، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عادل مالك. أستاذ عادل، أهلا بك. أغنيت نشرات بيروت اليوم طوال العام 2012 بتحليلات عن الأزمة السورية، كيف تختصر لنا تداعيات الحرب والمواقف التصعيدية في ختام هذا العام؟ دعنا نستعمل كلمة من الأخضر الإبراهيمي والذي هو الوسيط العربي والدولي في أن، عندما يقول الإبراهيمي قبل 24 ساعة أن الوضع في سوريا يتجه إلى الصومرة، هذا يعطي فكرة عن دقة وحراجة الوضع. رد على السؤال، مرت الأزمة في سوريا أو حل الأزمة في سوريا بعدة مراحل وكلها فشل، من الثورة نسبة إلى سوريا، ثم الانتقال إلى التعريب، فشل التعريب أيضا، انتقالا إلى التدويل. الآن هناك صراع محموم بين الحل السياسي المقترح والحل العسكري. الوضع سيء جدا، لا يمكن التفاؤل على الإطلاق إلا بمناشدة أطراف النزاع في سوريا، إعطاء السلام فرصة أخيرة، وإلا كل أبواب الحلول موصدة ومقفلة في وجه أي حل بالنسبة إلى سوريا. الآن التخبط في الداخل في سوريا، سواء في أوساط النظام أو حتى في أوساط المعارضة، لا يعطي أي دليل على أن الأمور يمكن أن تتجه في العام 2013 إلى ما يشبه الحل. هناك الآن صراع على البقاء،
بشار الأسد يحاول البقاء أطول فترة ممكنة مقابل المعارضة التي تصر على رحيل الأسد قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. إذن ليس هنالك من بصيص أمل، الأمل كله معلقا على أن الحل العسكري لن يفضي إلى أي نتيجة على الإطلاق من ناحية الحسم إلا المزيد من الدمار وعداد الموت الذي يعني يعمل خلال 24 ساعة على تعداد الخطة والجرحى في المواجهات. ليس هنالك من إمكانية لانتصار أي فريق على فريق الآخر في سوريا. هنالك فريق يعني سوف يخسر كثيرا وفريق آخر سوف يخسر أكثر. ليس هنالك من يعني نوع من تصور أي فريق بإمكانه أن يسجل بعض النقاط. المساعي الدولية تؤكد بأن لا حل بدون روسيا في الفترة الحالية، والآن الحل المقترح من أمريكا تغير. كل الرهانات منذ العام حتى الآن كلها سقطت على أن الأسد سوف يرحل هذا الأسبوع أو ذاك. هذا كلام يعني ليس مستندا إلى منطق بل إلى تمنيات هذا الفريق أو ذاك. على أمل أن يحمل العام 2013 الخير والسلام لسوريا وللمنطقة، الكاتب والمحلل السياسي عادل مالك، شكرا لك وكل عام وأنت بألف خير.